اسأل براحتك، هل ممكن تبني عضلات بوزن الجسم بس بدون استخدام دامبلز ولا بار ولا أوزان؟ الإجابة المختصرة أيوة ممكن، بس خلينا نشوف إزاي. أهم حاجة تركز على التمارين المركبة اللي هي بتشغل كذا عضلة مع بعض، وده هيساعد على بناء كتل عضلية في أماكن مختلفة من الجسم. تاني حاجة زي ما احنا متفقين إن أنت لازم تشتغل على زيادة الحمل التدريبي، وده ممكن تعمله عن طريق زيادة كثافة التمرين. هعمله ازاي؟ يا اما تزود عدد التكرارات او المرات اللي بتلعب فيها التمرين، او تزود عدد المرات اللي بتمرن بيها في الاسبوع، او تقلل الراحة بين المجاميع، يعني لو بتريح مثلا دقيقة او دقيقة ونص خليها مثلا 50 ثانية 40 ثانية، واخر حاجة انك تقلل مدة الاداء الحركي، يعني مثلا لو بتعمل العدة في ثانيتين اعملها في 4 ثواني. طب ايه احسن تمارين ممكن اعملها بوزن الجسم؟ هتلاقي غالبا انت بتعملها لو بتروح الجيم. اول حاجة تمارين الضغط بانواعها، سواء العادي او المايل او العالي او برجل واحدة او اللي بتسقف، السكوات بقى بكل انواعه واللانجس، وتمارين السمانة في انواع مختلفة، المتوازي وتمارين البطن والبلانك والعقلة طبعا. والخلاصة ان التمارين بوزن الجسم مفيدة جدا، خاصة لو انت مبتدئ او مش هتقدر تروح الجيم في فترات معينة ايا كانت الاسباب، او لو عايز تحافظ على الكتلة العضلية. السؤال اللي بعده.